السلام عليكم شباب، معكم علاء او جيمز كذا من قناة VGS. وهالاسبوع حلقة الاخبار ليوم الاربعاء. طبعا انقطعنا فترة والحين رجعنا لكم مع الاخبار. بنرجع بالانتظام، كل حلقة بتكون يوم الاحد والاربعاء ومع فيديوهات ثانية متعلقة بالالعاب وعالم الالعاب. طبعا هاي الحلقة اللي ما يعرف متعلقة بالاخبار، كل اجهزة الالعاب بتكون في هاي الفيديو وبنغطي الاخبار كلها. اللي ما تابعنا في التويتر ولا الفيسبوك يتابعنا، واللي ما سجل يضغط على السبسكرايب. وراح نبتدي الحلقة الحين. أول خبر عندنا متعلق بالتعريب وبلاي ستيشن، بس مو بتعريب بلاي ستيشن نفس ما فكرتوا. طبعا صرح مدير المجتمع العربي للبلاي ستيشن انه راح يتم تعريب أول شخصية في البلاي ستيشن، اللي هي شخصية ساك بوي. بتشوفونه لابس ثوب، شخصية ممتعة اللي ما يعرفها، في لعبة ليتل بيج بلانت. طبعا المفروض تنزل حزمة متعلقة بهاي الشيء، بس ما ادري لحد الحين اي خبر. ننتظر التأكيد من مدير المجتمع العربي للبلاي ستيشن. والخبر اللي بعده عن البلاي ستيشن 4. طبعا شفنا عرض جديد نزل حق البلاي ستيشن 4 يراويك شكل البلاي ستيشن 4 شلون بيكون، لكن للأسف هاي العرض مو حقيقي، وسوني اكدوا ان العرض ما كان حقيقي. وراح ننتظر لي E3 عشان نعرف شلون بيكون شكل بلاي ستيشن 4. والخبر اللي بعده بعد عن بلاي ستيشن 4. طبعا بلاي ستيشن 4 متوقع انها راح تحصل ارباح طبعا حسب سوني من اليوم الاول. اطلاق بلاي ستيشن 3 شفنا فيه ان يوم طلع الجهاز كانوا يخسرون على $200، بعدين قاموا يطلعون فلوس. طبعا هاي كانت استراتيجيه سوني، لعبت دور لاعب ذو النفس او لاعب اللي عنده نفس يعني التحمل. لكن في بلاي ستيشن 4 سوني قاعد يتوقعون انهم راح يحققون ارباح من اليوم الاول، طبعا لان تكلفه التصنيع صدق انها عوده، لكن مقارنه بالمبلغ اللي راح يبيعون فيه الجهاز راح يتوقعون انهم راح يحصلون ارباح من اليوم الاول. والحين بنروح حق الالعاب على البي اس ان، واعلنت روكستار انترتينمنت ان اللعبه اللي بتخلع وايد المان هانت سوف تنزل على البي اس ان نتورك الاسبوع القادم. انتقالنا للاخبار الحربيه، الخبر متعلق بلعبه بلاك اوبس 2. يوم الجمعه راح يكون في دبل اكس بي للاسلحه فقط، من يوم الجمعه الى يوم الاثنين الدبل اكس بي راح يكون حق كل الاجهزه. وقبل بيوم يوم الخميس راح تنزل حزمه الخرائط ابرايزنج للبلاي ستيشن والبي سي. يعني يا محبي خريطه الزومبيز موب اوف ذا ديد خلكم جاهزين. يوم الجمعة راح يبتدي دبل اكس بي الساعة 8، واعتقد يوم الخميس الساعة 9 راح تنزل حزمة الخرائط ابرايزنج. وننتقل حق الخبر اللي بعده، خبر عن جهاز جديد، جهاز محمول مطور من شركة الاندرويد اسمه انفيديا شيلد. طبعا اخيرا عرفنا متى بينزل هالجهاز، راح يكون ان شاء الله في شهر 6، وراح يكون سعره تقريبا $350. For thousands of British sailors, England's pitiful holdings offer few opportunities. Now poor and hungry and resentful of their distant king, these desperate sailors band together to live their lives as they see fit. العرض اللي شفتوه حق لعبة Assassin's Creed 4 Black Flag، طبعا هاي الكونتكست تريلر اللي شفتوه يبين لكم ان انت راح تقدر تلعب دور القرصان في اللعبة. طبعا التريلر موجود باللغة العربية على قنواتنا، الروابط كلها تحت في الديسكريبشن. اذا حابين تشوفوا التريلر كامل لا تنسوا تروحوا تضغطون على هالروابط وتسوون بعد سبسكرايب حق القنوات اللي تحت. الحين ننتقل لخبر مؤسف عن جهاز الاويا. تم تأجيل الجهاز ل 25 يونيو، السبب كان طلب الزائد عن الجهاز. والخبر اللي بعده متعلق للعبة Need for Speed. طبعا طلع خبر انه راح يكون في فيلم متعلق بلعبة Need for Speed. طبعا الفيلم ما ندري شلون بيكون، هل راح ينافس سلسلة Fast and Furious المشهورة او لا. راح ننتظر هاي الشيء وننتظر اول عرض للفيلم في المستقبل ان شاء الله. والخبر اللي بعده عندنا عن لعبة WWE، لعبة المصارعة يا محبي المصارعة. طبعا اللعبة اللي راح تنزل راح يكون اسمها WWE 2K14. طبعا اذا تذكرون قبل WWE كانت شركه THQ هي اللي تصدر هاللعبه، لكن الحين ما في THQ، ف2K سبورتس راح تستلم اللعبه. مثل ما قلت راح يكون اسمها WWE 2K14، واللعبه راح تنزل تاريخ 29 اكتوبر، وراح تنزل على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360.
الحين ننتقل للعبة الجديدة، لعبة سلاحف النينجا. لحد الحين ما طلعت معلومات وايد عن اللعبة، بس حسب ما شفنا ان الجيم بلاي يمكن بيكون نفس باتمان أركام سيتي، وبعد بيكون مغامرات، وبتنزل اللعبة من شركة أكتيفيجن. عندنا خبر متعلق بلعبة Unearthed، اللعبة المطورة من قبل عرب، لعبة منتظرة من عدد كبير من الناس. طبعا اعلنوا في تويتر ان اللعبة راح تصدر تاريخ 29 مايو، يعني بعد 14 يوم من تاريخ اليوم، واللعبة راح تنزل على البلاي ستيشن، البي سي، الماك، الاي او اس والاندرويد، وللأسف ما شفت نظام اكس بوكس موجود معهم. Unearthed, Trail of Ibn Battuta, coming soon. بالنسبة لآخر خبر متعلق بلعبة Destiny من استوديو بانجي، استوديو بانجي أصدر عدة صور متعلق بلعبة Destiny، وصور تظهر أشكال الشخصيات وعدة أماكن في لعبة Destiny. اللعبة نفس ما وعدتنا الشركة Activision إنها راح تصدر في سنة 2014، واللعبة منتظرة من عدد كبير من الناس. وصلنا لنهاية حلقتنا هاي الأسبوع، لا تنسون حلقتنا القادمة يوم الأحد، وكل احد واربعة بتكون عندنا حلقات اخبار. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والمفضلة والسبسكرايب، تتابعونا على تويتر وفيسبوك. كان معكم علاء وباقي الشباب من VGS، مع السلامة شباب.